أعلنت إدارة فريق برشلونة أن العودة إلى ملعب كامب نو ستؤجل حتى منتصف شهر فبراير القادم. وأصدر الفريق الكتالوني بياناً قال فيه إن مباراتيه المقررتين على أرضه في الليغا أمام كل من فالنسيا وديبورتيفو ألافيس مطلع العام القادم ستقامان على ملعب لويس كومبانيس الذي تقام عليه مباريات البارسا منذ بداية الموسم الماضي بسبب أعمال التجديد الجارية حتى الآن على ملعبه التاريخي كامب نو. وجاء قرار إدارة البلوغرانا بسبب لوائح اليوفا التي تمنع الفرق المشاركة في البطولات القارية من تغيير الملعب خلال الدور الأول، حيث من المقرر أن يستضيف البارسا نظيره أتلانتا الإيطالي في 29 من شهر يناير القادم. نبقى في أوروبا، حيث قررت لجنة الانضباط في اليوفا اعتبار منتخب كوسوفو خاسراً بثلاثية بسبب عدم استكمال مباراته أمام رومانيا ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعدما سمع لاعبوه هتافات سياسية. كما تم تغريم اتحاد كوسوفو لكرة القدم ب6,000 يورو. وفي الجهة المقابلة تم تغريم الاتحاد الروماني لكرة القدم ب128,000 يورو على خلفية عدة اتهامات منها السلوك التمييزي وغير اللائق من قبل الفريق وإشعال الألعاب المضيئة وغيرها.